10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. نتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات، بالصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم منتخب الجزائر أمام منتخب توغو ضمن مباريات الجولة الثالثة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. المباراة على ملعب 19 مايو 56، القناة الناقلة بين سبورت 1 والمعلق حفيظ الراجي. توقيت المباراة مساء اليوم الخميس في 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. يذكر بأن المنتخب الجزائري يأتي في صدارة المجموعة إي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب توغو في المركز الثاني برصيد 2 نقطة. توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ومنافسات الجولة الثالثة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.